الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: عندنا عادة وهي أن الشخص إذا كان له أولاد ومتزوج وله أولاد ثم مات في حياة أبيه. يقول عندنا عادة وهي أن الشخص إذا كان له أولاد وهو متزوج وله أولاد ثم مات في حياة أبيه فإن أباه يقيم أولاده مقام أبيه، بحيث إن الجد إذا توفي اقتسم هؤلاء الأولاد نصيب والدهم مع أعمامه مثل لو كان أبوهم حي. فهل مثل هذا العمل يجوز شرعا بإجازة الورثة أو بعدمها؟ إذا كان نصيب الميت قدر الثلث فأقل فلا بأس، لأن للإنسان أن يوفي بالثلث فأقل من ماله لغير وارث، وهؤلاء غير وارثين مع وجود أعمامهم، فله أن يوصي لهم بثلثه أو أقل من الثلث. أما إذا كان أكثر من الثلث فلا يجوز إلا بإجازة الورثة بعد الموت، أو في الحياة بعد الموت. إذا أجازوها بعد الموت صحت، وإلا فالحق لهم يأخذون ما زاد عن الثلث.